فما منا إلا ذو خطأ في سر أو علن، ظاهر أو باطن، في حق الله أو في حق الخلق، ولا سبيل للنجاة من شر تلك الخطايا. وذلك الوصف الخطاء الذي لازم بني آدم إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. تاب الأنبياء وتاب الرسل وتاب الصالحون، وهكذا ينبغي أن يكون كل من رغب فيما عند الله تعالى وحرص على الفوز بما عنده أن يتوب إليه توبة صادقة.